هذا السلاح هو سلاح إيراني في لبنان. أنا رح أبقى عن موقفي دايماً. ما في شك إسرائيل مسعورة وخائف من فتح جبهة لبنان، جبهة الجولان. الهيبة لا تستعد بقتل المدنيين وبقتل الأطفال، لا. الإعلام الغربي منحاز بشكل كامل لإسرائيل. لبنان مقصر ومقصر كثيراً. بيطلع بعض وكالات الأنباء العريقة مثل رويترز اللي عندها معايير AFP، بعد شوي رح يطلع انه مش معروف شو صار، يعني عصام عبد الله انتحر ربما. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من جلسة صفا عبر موقع الصفا نيوز، وجلستنا اليوم مع النائبة بالبرلمان اللبناني بولا يعقوبيان. أهلا وسهلا فيك بهيدي الجلسة. بولا يعقوبيان، هل برأيك مجزرة مستشفى المعمداني ستحرك ضمائر المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي حركت الشعوب، والضمائر تكون لدى الشعوب لا تكون لدى الأنظمة ولا لدى السياسيين. السياسيين بيشتغلوا مصالح، دول بتفكر بنفوذها مصالحها، والباقي للأسف شعارات ليس أكثر. وهذا كان بعتقد كتير واضح بالحرب اللي دائرة اليوم بغزة. شعوب شفنا، يعني شفنا طوفان شعبي في كل البلدان، من لبنان للعالم أجمع. اليوم التقصير هو كتير إعلامي وصحافة، يعني في دول أوروبية عم نعرف أنه عم بيكون في مظاهرات كتير كبيرة، عم بيكون في تعمية عنا، عم بيكون في أنجأ عم تقطع. لولا السوشيال ميديا يمكن كنا منفكر ما عم بيصير شيء بالخارج. فمستغرب جدا أنه خاصة أوروبا اللي حاضرت للعالم كلها بحقوق الإنسان وبالقيم، شفنا أنه اليوم ما في أبدا، البشر ما بيتساووا ولا شكل من الأشكال لديهم، ونشوف أنه دم الفلسطيني كتير رخيص، وشفنا كيف العالم كله هب لنصرة إسرائيل وفلسطينية. لو بيروح 1000 طفل مقابل كذبة 40 طفل أنه انقطع راسهم، 40 طفل إسرائيلي اللي هي كذبة، واضح أنها كذبة، ما صلحوا الكذبة وما بيضووا كما يجب على اللي عم بيصير اليوم، لأنه في تواطؤ دولي على الفلسطينيين مش من اليوم 48، وهذا مستمر. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن الحداد الرسمي اليوم. برأيك هل يكفي إعلان الحداد الرسمي أم لبنان مقصر؟ لبنان مقصر ومقصر كثيراً، ومش عم بحكي هيك بس، رح أعطيك بعض حتى الأمثلة الشواهد، مش إنه مجرد نحن معارضين لا. أول شيء، وين الاجتماعات؟ يجب أن يكون هناك اجتماعات مفتوحة، لازم يكون في خلية نحل، خلية أزمة مستمرة. لبنان اليوم عم بيواجه بقلق كتير كبير اللي عم بيصير، مش عارف إذا سيدخل أتون هذه الحرب أم لا، بغياب مدول الحكومة. مجرد هيك تصريحات مش أكتر، تصريحات ما بتطمن، تصريحات بتأكد لك أنك أنت بلا دولة. هيدا واحد. أكتر من ذلك اللي صار مع مجموعة من الصحفيين زملائنا وزملائك، نعرفهم واحد واحد أنا وياك، شي عار ومعيب بشكل كامل. كذا يوم ما عندك ولا صوت ولا كلمة، ما بتعرف شو صار. بيطلع بعض وكالات الأنباء العريقة مثل رويترز اللي عندها معايير AFP، بعد شوي رح يطلع انه مش معروف شو صار، يعني عصام عبد الله انتحر ربما. تجهيل للفاعل المعروف، وكل الكاميرات اللي كانت موجوده هناك بعدها موجوده، مصورين في درون وفي اباتشي، والدرون والاباتشي تابعين لاسرائيل، والدرون والاباتشي هن اللي قصفوا هذا، يعني واحد منهم قصف هذا الموقع. ما في غير الجيش اللبناني عطى نوعا ما شويه تفسير من دون ما يدخل بتفاصيل الصاروخ اللي انضرب، بس قال انه هنالك صاروخ انضرب من طائرة اباتشي. يعني لا حزب الله عنده اباتشي، ولا الجيش اللبناني عنده اباتشي، ولا جاي اباتشي من خارج الكوكب. معروف كتير منيح من هو الفاعل. فبتشوف كمان مرة جديدة مارون انه قديش الناس رخيصة، وقدي فعلا
يعني بنروح بتجهيل للفاعل، وبتتصرف الحكومة اللبنانية بجبن غير مسبوق، لا تدافع عن أبنائها، لا تدافع عن صوتها، لا تدافع عن بلدها، لا شيء. والمجلس النيابي حدث ولا حرج، ما عم بقول ابدا انه احسن يعني، كمان هونيك يعني يا محلى راحوا عملوا انتخاب لجان من كم يوم، في عندك نصاب لانتخاب رئيس مش ضروري، مش مهم، لجان اهم على اساس مدري شو بتعمل هيدا اللجان، بتجتمع بتجتمع، طيب اذا ما في هيئه عامه شو له طعم كل هيدا الشغل؟ قوانين موجوده مكدسه منتهيه محضره، وين دخلها؟ لا تقار بالتلاجة، لا تقار. وإذا اضطروا مرة أقولوا شيء قانون لا يطبق، وإذا طبق واكتشفوا أنه مثلا ممكن يأثر شوي يفضحهم أكثر، مثل قانون وصول للمعلومات أو غيره، بيطلعوا لك 100 أرنب، ساعة بده مراسيم تطبيقية، ساعة. بحسب قراءتك ومعطياتك، هل بولا عوبيان بتشوف حرب على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية بين حزب الله وجيش العدو؟ بتعرف هذا مش موضوع معطيات، نحن محل ما حدا قادر يعني يشوف بوضوح، لأنه الأمور 50-50 فينا نقول. بأي معنى؟ بمعنى أنه إذا بتطلع هيك بدك تعمل قراءة موضوعية، تنفترض نحن من مش معنيين عم نحلل بعقل بارد، بتقول ما حدا عنده مصلحة، ما حدا عنده مصلحة. بلش من اللاعبين الإقليميين، إسرائيل، إيران، وصل إلى اللاعبين الدوليين، كان أمريكا، كان روسيا، كان مين ما بدك، وعد إلى لاعبين الصغار اللي هن نحن أو حزب الله أو الوكلاء أو الوسطاء في هذه الحالة. ما حدا عنده مصلحة بهيدي اللحظة بالذات، حتى من بعد مجزرة مستشفى المعمداني مش شايفة تطورات دراماتيكية للجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي؟ لأنه مرة جديدة الحسابات السياسية لا علاقة لها بالحسابات الإنسانية، ولا علاقة لها بالحسابات الأخلاقية، واللي عم نشوفه اليوم يؤكد مرة جديدة ذلك. مثل ما قلت لك، وعيت ضمائر، وعيت الشعوب، وعيت الناس، وعيت كل أم عم بتشوف وتحط حالة محل هذه الأم اللي عم بتشوف ولادها يعني شعب، أو حتى مشاهد الأطفال عم بيودعوا بعض، عم بيودعوا أخواتهم، والمشاهد كتير كتير مؤلمة ومخيفة. بس المنظمات والدول بيفكروا ببقائهم، باستمراريتهم، بحكمهم، بنفوذهم، مش حساباتهم الناس. هناك من يقول إنه إسرائيل تحسب ألف حساب لفتح جبهة الجنوب مع حزب الله، على قاعدة إنه حماس، الحرب مع حماس هي نزهة بالنسبة للحرب مع حزب الله. شو رأيك بهذا الموضوع؟ ما في شك إسرائيل مزعورة وخائفة من فتح جبهة لبنان، جبهة الجولان، من أن الضفة كلها تنتفض لفلسطين. الأردن اليوم عم نشوف مشاهد من الأردن ما بعملنا شفناها، يمكن أنا وياك موجودين بالإعلام ومنغطي من زمان ونتابع بشكل غير مسبوق اللي عم بيصير بالأردن، غير مسبوق اللي عم بيصير بمصر، مع التحية للموقف المصري المشرف حتى الرافض لي الضاغط على إسرائيل والرافض غزة إلى سيناء، رافض للترانسفير. عارفش يعني ترانسفير جديد اليوم عم بيصير أمام أعيننا جميعا، ما شفنا قبل وين ودت هذه السياسة، اقتلاع ناس من أردن، وأنه بحطهم كبهم مطرح تاني بيصيروا مشكلة وطن آخر، شعب آخر. يعني هون نرجع عم نسأل على الإنسانية وعلى الأخلاق. فهيدا الحل إسرائيل بتعتمده، إنه يلا تهجير جماعي، بنقول مليون، مليون ونص إنسان، بشيلهم من بيوتهم بحطهم مطرح تاني. أي مجنون بعد بيفكر بذلك؟ أي مجنون بيعتقد إنه هيدا حل مستدام أصلاً؟ هيدا بيجيب أمن لإسرائيل؟ هيدا بيجيب هاللا عدالة وهالبطش بيجيب أمن لأي مكان في العالم؟ يعني منضل نمارس نفس الأداء اللي بيودي لكراهية أكبر، لحقد أكبر، لمشاكل أكتر؟ إسرائيل إذا بدها الأمن، معروف شو طريق الأمن والسلام والازدهار. فلسطيني بده يعيش، بده يعيش بدولة عنده كرامة، بده يعيش مواطن، مش بمحل عنده لسي باسي، محل ما عنده شيء، محل ما عنده أي حقوق ولا. وإسرائيل بدها تنعم بالسلام والأمن، ونركض ونقول حرام ليكو شو صار هون. بتعرف شو يعني مستوطنات؟ أنت بتعرف أكيد، بس هل الناس حكيت بشكل كافي شو يعني مستوطن؟ شو يعني مستوطنات؟ طيب بغض النظر عن رأيي بحماس، وأنا ضد أي تدخل للدين بالسياسة، أنا بشوف أنه بيخرب الدين
بيخرب السياسة وبينزل العزة الإلهية إلى أجنداتنا البشرية مطلقا. هذا الموضوع بس اليوم حدا فعلا يعني عمل تحليل وين هجموا وكيف ضربوا؟ شي الشباب والصبايا الصغار اللي كانوا عم بيرقصوا على مقربة من أكثر منطقة فقيرة منكوبة حالتها يعني بالويل، شيل هذه الصورة. أنت اليوم المستوطن عارف حاله أنه منه قاعد بأرضه، لو زرع 1000 سنة ولو عمل بيت ولو حط شجرة ولو حط صوره بقلب البيت بيت بقلب كادر معين ما بيقدر يصير بيته. اقتلاع الناس بهذا الشكل والاستيطان مكانهم سياسة مجنونة. إسرائيل يجب أن تعرف أنه بتعرف شو بيصيروا، قال يعملوا تنازل لبعض الدول العربية ووقف توسيع المستوطنات. شو الحكي هذا؟ لا يجب أن يكون هنالك مستوطنات، خاصة إذا بنرجع للشرعية الدولية فيما يخص الدولتين. اليوم العودة إلى مسار السلم والمفاوضات معروف، بدهم يضلوا بالحديد والنار، بدهم يدفعوا حق الحديد والنار. بولا يا عبيان، لطالما انتقدت سلاح حزب الله وسلاح المقاومة حتى بهذا الظرف الدقيق يلي نحن فيه وبالتوازن يلي معمول بين لبنان وإسرائيل، بعدك عند موقفك؟ أنا لح أبقى عند موقفي دايماً، الشرعية ثم الشرعية ثم الشرعية. عندي جيش لبناني بيحميني، عندي دولة مفروض أنا وياك وكل لبنانيين نرجع نبنيها لتحمينا. هذا السلاح هو سلاح إيراني في لبنان، رغم أنه ساهم بتحرير الجنوب، رغم أني دايماً بحيي ولحظة الحية كل مقاوم استشهد لأنه حسب مفهومه مفهوم أمه هو عم يدافع عن أرضه. بس بالسياسة نحن بنعرف أنه في أبعاد تانية، وأنا لحضر كرر الدول كلها مصالح ونفوذ من أمريكا لإيران للعالم كله. وين المصلحة اللبنانية؟ المصلحة اللبنانية يكون عندنا دولة مؤسسات، وإلا نحن ما بعمرنا رح نصير ببلد طبيعي فينا نعيش فيه مثل بني آدمين. من بعد كل يلي صار بصورة الجيش الإسرائيلي وبهيبة الجيش الإسرائيلي بمعركة طوفان الأقصى، هل برأيك ستتمكن إسرائيل من إعادة جزء من هذه الهيبة؟ الهيبة لا تستعاد بقتل المدنيين وبقتل الأطفال، لا، ما في هيبة على حساب جثث. وإذا فكرهم أنه هيدي استراتيجية مقابل كل إسرائيلي بقتل 100 فلسطيني أو 1000 فلسطيني، هيدي وحشية. وخاصة اللي عم بيقتل وعم بيقصف بيعرف كتير منيح أنه عم بيروح أبرياء لا علاقة لهم. هلأ بيقولوا أنه حماس أخذتهم رهائن وأنتوا أخذينهم شيء وقتلة؟ حماس أخذت المدنيين رهائن، أنتوا شو أخذتون للمدنيين؟ يعني بمطرح ما لازم نطلع بالعينتين ونفتح العينتين ونقشع مظبوط كيف بدنا نطلع إلى حل مستدام، مش فقط كل واحد مين عنده متكلمين أفضل ومين قادر يعمل بروباغندا إعلامية إلى أول ما إلى آخر. أنا برجع لك على كمية التضليل والكذب اللي عم نعيشه اليوم بزمن كل شغلة في 1000 كاميرا تصورها. برجع نقدر نضلل الناس، نقدر نرجع نقلهم أنه في 40 طفل قطعت رؤوسهم، وفي كمية التضليل من كل الميلات. بس الإسرائيلي مبين متخصص بالتضليل. تعرف اليوم شو عم يجرب يقولوا بإطار التضليل؟ لم نقصف المستشفى، هيدا الصاروخ للجهاد. طيب ما أنا وياك وكل الناس بتعرف شو هي الصواريخ المحلية الصنع اللي هي بدائية، صاروخ الجهاد ما بيروح الأداء، بده يروح 500 شهادة وضحايا. يسلم تمك، يعني ليك شو عم بيحاولوا يقولوا، لأنه هيدا بتعلق بشوية روس وبيصير المعند مسبقاً ومقرر مسبقاً أنه إسرائيل معها حق، بيصير عم بيكرر مثل الببغاء أنه إيه هيدا صاروخ للجهاد. إبادة بأرتساخ بالأمس القريب للأرمن، وإبادة اليوم بقطاع غزة للفلسطينيين، كل هيدا والمجتمع الدولي عم يتفرج، شو بتقولي له اليوم للرئيس الأمريكي جو بايدن؟ هي السياسة واحدة، مصالح ونفوذ دون أي اعتبار للحياة الإنسانية، مش بس لجو بايدن، كمان مرة جديدة للمجتمع الدولي، للأوروبيين اللي أخذوا الغاز الأزيري مقابل دماء وعرق وأرض الأرمن. كمان بتسأل وبتتساءل أنه وين الضمير العالمي؟
أنا بنت ناجي من المجازر الأرمنية سنة 1915. كنا نفكر أنه وقتها كان سهل تعمل مجزرة وسهل تعمل إبادة، لا في كاميرا ولا في صور ولا في شيء، بيموتوا بعيد عن ضمير العالم عن باقي الشعوب. اليوم لا، في شعوب توقف مع بعضها بتناصر الحق، بتضغط على حكوماتها. تخيل أنه اليوم شفنا ترانسفير من أرتساخ وصمت دولة مطبق مخيف، والمشهد نفسه عم يتكرر، المشهد نفسه وين ما كان. يعني قوة البطش هي اللي تعلو وتسمو على كل شيء، في مواثيق وقوانين وأخلاق، وهذا شيء فعلا محزن جدا. ما في بولا يا عبيان الصحفية، هل كانت بتتوقع بيوم من الأيام أنه تسمع خبر استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لصحفيين وإعلاميين مثل يلي حصل بعلم الشعب؟ أنا كنت عم ببعث لهم للشباب والصبايا انتبهوا على حالكم وستي سيف وكل شيء، وخاصة أنه جزء كبير منهم أصدقاء لألي، أصدقاء شخصيين من سنين وسنين. بس لا، ما أجب بالي، ما أجب بالي أنه إسرائيل اليوم يكون بدها تبعت هالصورة، لأنه ما بتعرف شو ما بتعرف. بترجع بتكتشف أنه حساباتهم ربما يفرجوا أنه ما في حدود. هي أصلاً إسرائيل دولة ما عندها حدود بكل المعاني. إسرائيل ما رسمت حدود لنفسها. بعد عندك إسرائيلي بده من النهر إلى النهر، تفضل يعني من النهر كيف 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 بتعيش من النهر إلى النهر؟ مين بتسكن؟ بتعمل صحراء من النهر إلى النهر؟ شوف يعني كمان هذه الأفكار التوراتية، معلش يعني يسمحوا لنا في واقع اليوم مختلف، وخلوا هذه المسائل عن جد. يعني الناس اليوم بغير مطرح، بغير مطرح، عندها عقول بتفكر أكثر من ذلك. مش بس ما عندها حدود، هؤلاء عم بينقلوا الصورة، ما كان في لا قصف متبادل ولا في مناوشات، ما في شيء. وهيدي شهادة حية من إليب رخية ومن كارمن جوخدار اللي رحت لعندهم مرتين على المستشفى وشفتهم وشفت أوضاعهم وسمعت شو عم بيحكوا، وشفت صحفيين آخرين، شفت حنقهم على مؤسساتهم الإعلامية اللي كمان خايفة من إسرائيل. قال عم بيفكروا كيف يكونوا بوليتيكلي كوركت، ما نكون بوليتيكلي كوركت لما بتجهلوا الفاعل، بينما تحية للجزيرة ولأداء الجزيرة ولتصرفها مع مراسليها ومع الشباب بيشتغلوا مع الجزيرة. سؤال أخير، هل بعض الإعلام الغربي متورط بمجزرة المعمدنية، خصوصا بعد التقارير يلي سمعناها وشفناها او يلي حكيت عن انفاق لحركه حماس تحت المستشفيات والمدارس؟ الاعلام الغربي منحاز بشكل كامل لاسرائيل، كل اللي درسوه، كل اللي عاشوه، كل الدورات اللي عملوها، انا مشاركه بدورات، كل اللي حكيوه اليوم عم بيمارسوا عكسه. اذا اعطي صوت دقيقه لفلسطيني نفس المعادله، عرفت كيف؟ يعطى 10 دقائق وربع ساعة ليطلع جنرال إسرائيلي خبرك ملا مظلومية هن عايشينها، وأنه يعني كيف بعد شوي الفلسطيني هيلكوا للإسرائيلي وما عم بيخلي يعيش بسلام، وقت اللي كل العالم بأي حد أدنى من الموضوعية بيقدر يشوف أنه العكس هو صحيح. تذكر أوسلو، تذكر المفاوضات، تذكر كم مرة حمل غصن الزيتون، كانت إسرائيل عم تدعس على غصن الزيتون وعم تختار فقط القتل والحديد والنار لأنه عنده تفوق عسكري. خلي التفوق العسكري اليوم يفيده. شكرا لك النائبة بولا يعقوبيان على هيدي المقابلة عبر موقع الصفا نيوز. مشاهدينا الكرام، جلسة صفا لليوم خلصت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.